السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا هذا الموديل اللي كيبان قدامكم دابا على الشاشه. كيف ما كتشوفوا هو نقدروا نسميوه كاب، جا هكا من فوق واحد الكسوه. هذاك الكاب مفصل بواحد الطريقه بحال ديال لي مونش غاكلو، ولكن هو ما فيهش لي مونش. اذا تبعوا معايا الطريقه، حاولت نبسطها لكم دائما كيف العاده ما امكن باش تقدروا تفهموها وتقدروا انكم تزعموا باش تفصلوا. اذا كيف ما كنشوفوا الكول ديال هذا الكاب، هذا فيه لي بلي وكيجي كتجي فيه القطعه من تحت الكتف وكتجي هابطه بحال هكا حتى لتحت. كيف ما قلت لكم ما كاينش الكم، ولكن كاينه واحد القطيعه كنقدروا نخرجوا منها اليد، فكتجي هكا في جهه الحزام. اذا تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه. اول حاجه كيف ما كتشوفوا في الموديل عندنا محلول من الامام، من الخلف مسدود. غادي نبداو الامام نفصلوه من هنايا، والخلف غادي نفصلوه في هذه الجهه هذه، وهنايا غادي نفصلوا هذيك القطعه اللي كتجي كترون بلاصي الكمام. كيف ما قلنا هذه البلاصه مفتوحه وعندنا لي بلي. هو اختياريين، كنشوف شحال بغيت انا ندير ديال لي بلي، شحال بغيت ندير. كيف ما شفتوا لي بلي جايين في البلاصه ديال الكول، البلاصه ديال الكول كتكون صغيره كيف ما شفتوا، حيتاش جا مجموع فيه تقريبا غتكون فيه غير واحد 8 ديال السنتيم. اذا خصني ندير بحساب هذيك 8 ديال السنتيم ملي نبغي نحدد العدد ديال لي بلي اللي غادي ندير. تقريبا انايا غادي نزيد 12 سنتيم ديال لي بلي. ندير بحال هكا، نحدد المكان ديال الزياده. غادي نطراسي على طول الثوب، هنايا الثوب مطوي على جوج، البلاصه مفتوحه كيف ما قلنا. هاد 12 سنتيم ديال لي بلي ما غاديش ندخلها في الحساب ديال العبارات ديالي. اذا من هنايا من هاد الخط غادي نبدا انايا الفصاله. غادي نحدد النقط ديالي بطريقه عاديه بشكل عادي كيف ما مولفه كندير، بحال الا غادي نفصل شي بياسه عاديه. الكتاف عندي فيهم 20 كنحددها، غادي ننزل بأربعة، وعندي المسافة ديال الكتاف هي باش كنزل باش أنني نحدد المقاس ديال الصدر. إذا الكتاف 20 هي هادي، كنزل بأربعة، وهنا عاوتاني 20 باش نزلت باش أنني نحدد المسافة ديال الصدر. هنايا غادي ندير 8 ديال السنتيم ديال الكول، 8. كيف ما شفتوا الكل مجموع، اذا غادي نزل غير بثمانية باش يجيني حتى انا مجموع بحال هكاك. هنايا راه بلاصه لي بلي، غنكمل الخط. دابا كيف ما كتشوفوا القطعه جات من هذا المكان هذا، من هذه الجهه، وجات نازله تقريبا بحال هكا، وغادي تجي نازله حتى لتحت. غادي نحدد الطول ديال الكاب ديالي، مثلا غادي ندير فيه متر ونص الا بغيتو يجي طويل بزاف. مثلا في العرض ديال الجلاي نقدر ندير اللي بغيت الا بغيتو يجي واسع بزاف، انا عندي كامل الحريه ديال الاختيار. مثلا بغيتو يجي فيه مثلا 50 في كل ربع، هنايا غادي ندير مثلا 25، والنصف الاخر ديال الكم حيتاش باقي هنايا دابا غادي نديرو بحال قلتو، غادي نطراسيو غير النصف ديال الامام، النصف الاخر غادي نكملوه في ديك القطعه اللي غادي ترومبلاسي الكم. اذا هنايا غادي ندير فيه مثلا في الجليل 25 من غير هاد البليات هادو، اولا نقدر نزيد حتى ل 30 الا بغيتو يجي عريض بزاف. مثلا نديرو 30. هنايا كيف ما شفتوا ما درتش المقاس ديال الصدر، عندي في الصدر 28 غادي ننزل مباشره من المسافه ديال الكتف. من هنايا انا غير نزلت باش نحدد المكان ديال الصدر، ولكن ما زدتش المقاس ديالو ما درتوش، حيتاش غادي نكملو في هذيك القطعه الاخرى. غير تبعي معايا حتى الاخير وغادي تفهمي شنو كنقصد. وحاولت نبسط ما امكن الموديل صراحه بدون تعقيدات وبدون قواعد وبدون كثره الحسابات، باش هكا يجيك ساهل وتفهمي وتقدري تطبقي. كيف ما قلت لك هنايا درنا 20 ديال الكتاف بطريقه عاديه كيف ما موالفين، هنايا 4، نزلت عاوتاني بالمقاس ديال الكتاف باش انني نطراسي خط الصدر. هذا هو خط الصدر.
غادي نحبس هنا. من هنايا دابا غادي ننزل هنايا 3 ديال السنتيم، هذه قاعده ديال لي مونش غاكلون كنديروها 3 ديال السنتيم كنزل، وغادي نطراسي بحال هكا. هذا هو التراساج اللي غادي نديرو ديال لي مونش غاكلون. هما في القاعده ديال لي مونش كتبدايهم من الصدر، ولكن هذا الموديل كيف ما شفتو هو داير بحال هكا. غادي نقسمو هاد القطعة على جوج باش غير نديرو واحد الدخيله. هنايا جاتني فيها 25 ديال السنتيم، غادي نقسموها على جوج باش ندخل هنايا بواحد سنتيم ونص باش ندير هاد الدخله هادي بحال هكا. صافي، من هنايا كيف ما قلت لكم الصدر عندي 28، ولكن كيف كتلاحظوا انا هنايا استغليت غير 20، كتبقى خاصاني 8 ديال السنتيم على سنتيم ديال الخياطه، حتى هو ما خصنيش ننسى دائما السنتيمات ديال الخياطه، خصني نبقى تنزيدهم. اذا باقي غادي تخصني تقريبا 9 ديال السنتيم ديال الصدر، وهنايا غادي ندير 60 باش انني نحدد المقاس ديال الحوض. 60 هذا هو خط الحوض، غادي ندير بحال هكا. هذيك 30 سنتيم اللي حددت في الاول غادي نطراسيها مع هاد البلاصه ديال الصدر، وغادي نشوف شحال باقي غادي يخصني ديال الحوض. مثلا انا الحوض عندي فيه 30، غادي نشوف عندي هنايا 25 كيف ما كتشوفوا، عندي هنايا 25، اذا غادي تبقى خاصاني تقريبا واحد 6 سنتيم. الا زدنا سنتيم ديال الخياطه غتخصني 6 ديال سنتيم ديال الحساب، خصني نرد البال. هنايا كيف ما قلت لكم عندي 30، انا درت غير 25، اذا هنايا غادي تبقى خاصاني 9 ديال السنتيم، 8 ديال السنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه. هنايا غادي تبقى خاصاني 6 ديال السنتيم اللي هي 5 زائد سنتيم ديال الخياطه. هادو خصني نسجلهم باش غادي هما اللي غادي ندير في القطعه الاخرى. هذا تيبقى هو الامام. هنايا هاد البلاصه خاصني نحاول نقادها حيتاش غادي تجي تقطيعه وحده، نحاول ما يكونش بحال هكا، يجي غادي مع بعضياته. بحال هكا، اذا غادي نمشي نطراسي الخلف حتى هو بنفس الطريقه نفس الحاجه. الفرق اللي كاين هو ان الخلف من هنايا مسدود، غادي نخلي ليه حتى هو 12 سنتيم ديال البلاصه ديال لي بلي اللي ما غاديش ندخلها في الحساب بطبيعه الحال. عندي الكتاف 20، كنزل ب 4 ديال السنتيم، هنا 8 ديال السنتيم ديال الكول، 2 سنتيم باش كنزل في الكول فقط. هنايا غادي ننزل ب 20 باش انني نطراسي. هنايا 3 ديال السنتيم حتى هي بحال الاخرى بحال الامام. غادي نطراسي هذه، غادي ندخل من هنايا بواحد السنتيم حتى سنتيم ونص، وغادي نجي هنايا باش ندير بحال هكا. كيف ما قلنا هنايا درت 25، غادي ننزل ب 60 باش انا نعاود نحدد نفس المقاسات اللي درت. ما يخصني غير نرد البال باش ما يخصنيش الحساب، القضيه فقط هي قضية مقاسات. واصلا كاين الزيادة ديال لي بلي، اذا غالبا هذا الموديل راه غادي يجي وافي، هو تيجي وافي حيتاش ديجا فيه الزيادة ديال لي بلي. نحاول نقاد التراساج ديالي بحال هكا. صافي، ها هي القطعة ديال الخلف. بالنسبة للقطعة ديالكم اللي كتجي في البلاصه ديالكم، ما نعتبروها باللي هي هذه. الثوب من هنايا مسدود مطوي على جوج، هنايا الثوب حتى هو مسدود مطوي على جوج، هنايا الثوب مفتوح ومطوي على جوج. الا بغيتو يكون مفتوح، الا بغيتها تكون مسدوده من الامام ومن الخلف راه نقدر تكون مسدوده حتى من هنايا. اذا بالنسبه لهاد القطعه هذه اللي كتجي غادي تجي هي من هنايا، هي اللي غادي تجي من هنايا، غادي نركبوها بحال هكا وغادي تجي طايحه من هنايا. اذا هاد البلاصه اللي مسدوده اللي كتشوفوا هي هذه اللي غادي تجي لينا من هذه الجهه، والبلاصه الاخرى اللي غادي تركب فوق من هذه هي اللي غادي نطراسيو دابا. حتى هي فيها البليات، غادي نزيد لها مثلا واحد 8 ديال السنتيم ديال لي بلي. هاد العبار ديال لي بلي اللي كنزيدو خاصنا نردو البال، داكشي اللي زدنا خاصنا ضروري ندخلوه في لي بلي باش
ما ياخدش لينا، ما يزيدش لينا في العبار، خصوصا في هذه الدوره ديال الكول. كيف ما قلت لكم مجموعه، خاصني داكشي اللي زدت خاصو ما يبقاش في العبار، يعني يدخل كله في لي بلي. هنايا كيف ما قلت 8 ديال السنتيم زياده ديال لي بلي ما غاديش ندخلها في الحساب. طول نفس الطول ديال هاد القطعتين. غادي نبدا دابا نتراسي. اول حاجه هاد 3 ديال السنتيم اللي نقصنا من هنايا غادي تخصنا، هي اللي غادي نزيدو من هنايا. غادي نزيدو ليها سنتيم ديال الخياطه اللي هي 4 ديال السنتيم، ها هي بالضبط غادي نزيدوها تما. اذا هنايا عندنا 4 ديال السنتيم. بالنسبه للعرض ديال هاد القطعه هنايا كنزلو بنفس المسافه اللي نزلنا بها هنايا، باش اننا نكملوا العبار اللي عندنا ديال الصدر اللي هو 20، نفس خط الصدر. ها هو هذا نفس القيمه. قلنا شحال باقي خاصنا في المقاس ديال الصدر، هنايا كان باقي ناقصنا 9 ديال السنتيم ديال الصدر، هي اللي غادي ندير هنايا، ولكن غادي نضوبلها، غادي نضربها في اثنان وغادي نحطها في هذا المكان هذا. اذا تقريبا 18 سنتيم، غادي نزيد عليها سنتيم اخر ديال الخياطه اللي هو 19 سنتيم تقريبا، غادي تجيني هنايا. هنايا كانت باقي خاصاني 8 ديال السنتيم، الى دوبلتها تقريبا هي 16 ديال السنتيم. انا غادي نشوف ملي غادي نحط هذيك 25 اللي كنا قلنا في الاول هنايا، وغادي نتاكد واش كاينه هذيك 16 ولا غادي خصني نزيد باقي اكثر. هنايا عندنا 60 باش اننا نشوفوا المقاس، هنايا خرج ليا 22، اذا فيه هذيك 16 ووافيه كاع. فهاد البلاصه هادي اللي دخلنا بربعة غادي ننزلو حتى بربعة، غادي تجينا هنايا وغادي نديرو واحد الخط بحال هكا، وهنايا غادي نديرو خط غادي نصيلو بين هاد جوج النقاط. هاد البلاصه غادي يكون فيها لي بلي كما قلنا. هنايا عندنا المنتصف غادي ندخلو فيه بنص سنتيم كيف ما درنا في القطعتين. صافي بحال هكا تيجي. هنايا هاد البلاصه هي اللي غادي تلصق مع هنا. هاد التوب كيف ما قلنا مطوي، اذا الا حليناه غادي يكونوا جوج شوايه، واحد الجهه غتكون مع الخلف وواحد الجهه غادي تكون مع الامام. هنايا غادي يكونوا دي بلي، هنايا غادي يكونوا دي بلي، هنايا غادي يكونوا دي بلي. وبحال هكا كيجي الموديل ديالنا. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وقدرتوا انكم تفهموا شنو بغيت نوصل لكم. الى عجبك الفيديو ما تنسيش تخلي ليا لايك، والا مازال ما مشتركش اشتركي معنا في القناه وفعلي زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد، وما تنسيش تبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتعرفيهم مهتمين بالخياطه. شكرا لك على المتابعه، الى اللقاء.